السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل مشاهدي برنامج لقاء الساعة. برحب بيكم، معكم هبة أبو الغيط في برنامجكم لقاء الساعة. عندنا أول فقرة، عندنا أخبار مصر في أسبوع. أول خبر على المستوى الاقتصادي، افتتاح الرئيس السيسي مصنعي الغازات الطبية والصناعية وفوق أكسيد الهيدروجين بقى وروش. طبعا الناس المتخصصة تبقى عارفة استخدامات الحاجات دي ايه كويس قوي، بس هو مصنع الغازات الطبية والصناعية دي حاجة ليها علاقة بالأدوية، حاجة تدخل في صناعة الأدوية. طبعا احنا نادينا كتير قوي وقلنا ان احنا عايزين نصنع أدويتنا بأيدينا كمصريين، وده اللي بنحققه دلوقتي. مصنع فوق اكسيد الهيدروجين بالمقر الرئيسي لشركه النصر للكيماويات الوسيطه بابو رواش، واللي بتساهم في تغطيه احتياجات طبعا السوق المحلي من الاكسجين الطبي اللازم لكافه المستشفيات تقريبا على مستوى مصر ومراكز الطبيه، وطبعا ده بيدعم العديد من المشروعات الانتاجيه. يا رب دايما الخير لمصر. عندنا كمان خبر تاني ليه علاقه بالسكه الحديد. السكة الحديد تقرر التعاقد مع مركز استشارات نفسية للكشف النفسي على عامليها. طبعا الخطوة دي كانت المفروض تحصل من قبل كده، بس ما لا يدرك كله لا يترك كله. خلينا نبتدي. الرسوب بالاختبارات دي اللي هي الاختبارات النفسية دي للعاملين بيحول العامل لوظيفة إدارية، يعني إذا أثبت إن في خلل ما نفسي في الموظف، لأن الموظف ده مفترض إن هو بيتعامل مع قطاع كبير جدا من الجمهور، زي ما شفنا طبعا الحادثه بتاعت الاسبوع اللي فات، انه لازم يبقى مؤهل نفسيا او بيتعامل مع ملايين الركاب وملايين المواطنين يوميا، فلازم يكون عنده ثبات انفعالي، لازم يكون عنده مواصفات نفسيه كده معينه اللي بيها يقدر يستحمل ده، ما يقعش في الخطا اللي احنا او الجرايم اللي حصلت زي ما حصل الاسبوع اللي فات اللي هنتكلم فيها في الفقره اللي بعد دي. طبعا احنا عارفين ان كل فترة كده تشهد مصر حادثة قطار، بيكون السبب الرئيسي فيها دايما العنصر البشري، عشان كده هم ركزوا جدا المرة دي في معالجة الموضوع من ناحية العنصر البشري. طب يا جماعة نعرض الناس او نحطهم تحت سيطرة اللي هي استشارات النفسية، نعمل عليهم استشارات نفسية، مش عيب ابدا، ان دي ناس فعلا بتتعامل في مواقع حساسة جدا. طبعا زي ما كلنا شفنا الاسبوع اللي فات حادثة شهيد او المشهور بشهيد التذكرة، واللي بيها اخدوا القرار ده اللي بيها يتجنبوا حادثة دي زي كده. طبعا كل حادثة بتحصل مع الاسف يعني بتدور الشكوك حول ان اهلية الموظف او اهلية المسؤول عن ده، زي ما في قطرين دخلوا في بعض او دخلوا من فتره قريبه جدا وعملوا كشف مخدرات على العاملين، لقوا نسبه كبيره من العاملين بيتعاطوا برضو مخدرات، فالناس ابتدت تتحرك ودي حاجه ايجابيه جدا. عشان كده قررت هيئه السكه الحديد التعاقد مع مركز استشارات نفسيه عشان يعملوا الكشف الطبي على عاملي الهيئه، وخصوصا العاملين الحاصلين على او الخاصين بتشغيل القطارات، على ان يتم قلنا اي عامل لا يرتقي لمستوى ان هو التعامل مع الجمهور، عنده مشكله ما، عنده اضطراب ما، بيحول دايما عندنا الوظائف الاداريه، مش ضروري يتعامل ابدا مع الجمهور. عندنا كمان خبر تاني حلو جدا، عندنا السيارة الكهربائية أخيرا نزلت مصر، سيارة كهربائية بأسعار معقولة وتجهيز محطات كمان شحن ليها على الطرق السريعة، يعني هم نزلوا سيارة كهربائية أو جاري يعني تنفيذها في 2020، وكمان بيجهزوا لها محطات شحن على الطرق السريعة. دي حاجة خبر حلو جدا، لأن الموضوع ليه علاقة بالبيئة، ليه علاقة بالتلوث، ليه علاقة بحاجات كتير قوي، ليه علاقة بإن احنا نبقى منتجين أكتر. التعليق او الخبر بيقول اعلنت وزاره الانتاج الحربي عن انتاج اول سياره كهربائيه داخل مصر ايموشن بسعه من 3 ل 4 ركاب، ودي حاجه كويسه قوي. ومن المقرر ان تعلن اسعار سياره ايموشن بحلول 2020، يعني خلاص احنا فاضلين شهر والسنه تخلص وهيعلن عن اسعارها، واعتقد ان اسعارها هتبقى في متناول الجميع، مخفضه يعني هتبقى مقارنه بالسيارات الكهربائيه اللي احنا بنستوردها من بره. خلاص بقى الموضوع ده خلص، عندنا بقى المنتج المصري افضل كتير. عندنا كمان خبر ليه علاقه بالفنان محمد رمضان، وطبعا
فنان العظيم هاني شاكر، عرفنا ان هو مفيش غيره. تعليق ناري من الفنان هاني شاكر على غناء محمد رمضان. التعليق بيقول ايه؟ الفنان هاني شاكر خلال لقائه ببرنامج انسايدر بالعربية قال تعليق ان محمد رمضان مش مطرب. وطبعا انا بشكر جدا الفنان هاني شاكر على ان هو اخذ اجراء الفترة اللي فاتت عن ما يسمى بالمطربين، او انا مش عايزه اقول عليهم مطربين بصراحه، هم مؤديين اكتر الفتره اللي فاتت، اللي هم على نهج حمو بيكا واسماء كده، حاجات كتير قوي يعني مش حافظاها كلها الحقيقه، ان هو وقف الناس دي كلها لان بيأثر علينا وعلى اولادنا. خلينا نرجع لخبر محمد رمضان. قال محمد رمضان مش مطرب، هو بيغني ستايل كده راب، اللي هو على قال الكلام اللي ورا بعضه ده. وصرح نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر خلال لقائه ببرنامج انسايدر بالعربية، قال ان محمد رمضان مش مطرب، هو بيغني ستايل راب قلنا. واضاف هاني شاكر اتمنى ان الفنان محمد رمضان لو نوى يكمل نفس النوع من الاغاني انه غير. ليه؟ لان احنا عرفنا خلاص ان هو نمبر وان، وعرفنا انه مفيش غيره، وعرفنا ان هو السلطان، طبعا حضراتكم عارفين انا بتكلم على ايه، وعرفنا انه بيقلعوا له الجزمة على المسرح وهو بيغني وبيشيلوه من المسرح زي الملوك، عرفنا الكلام ده كله والحمد لله. تعليق الفنان هاني شاكر، عرفنا الكلام ده كله والحمد لله، يا ريت بقى يبقى فيه جديد. طبعا هو الفنان محمد رمضان رد طبعا على التصريح ده. وفي الاخر انا شايفه، انا كان نفسي بس الفنان هاني شاكر يرد على مش بس المحتوى اللي بيقدمه، كمان الشكل او المظهر اللي بيظهر بيه الفنان محمد رمضان على الساحه قدام الجمهور. يعني كان نفسي كمان يعلق على لبسه وعلى تصرفاته على الحاجات دي كلها، ملفته ومثيره للغضب، بعض الناس كتير قوي طلعت علقت على الموضوع ده. وبكده خلصنا فقرة أخبار مصر في أسبوع، أو بعض أخبار مصر في أسبوع. عندنا فقرة مهمة جدا بعد الفاصل هنتكلم في قضايا الساعة. قضايا الساعة عندنا قضيتين هما اللي ترند دلوقتي، قضية البنا هنتناقش فيها طبعا من زوايا قانونية كتير، مشرفنا ضيفنا، وهنتكلم عن حادثة القطار اللي هو شهيد التذكرة، كمان هنتكلم من الشق القانوني، وكمان هنتكلم عن الشق المجتمعي، وهنوضح لحضراتكم بالظبط تساؤلات كتير بتدور في اذهاننا جميعا. هنفتح طبعا جوانب جديده من القضيه، كلنا اكيد مش متخصصين في القانون وكلنا عندنا تساؤلات كتير قوي هيرد عليها ضيفنا بعد الفاصل. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومشرفنا في الاستوديو دكتور محمد حفناوي محامي بالنقد والاداريه العليا. برحب بيك. اهلا وسهلا، منورنا في الاستوديو. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. مبدئيا كده القضايا الساخنه اللي هنتكلم فيها النهارده مسانا كلنا، او كلنا شاعرين بيها، او كلنا بنتكلم فيها، زي مثلا قضيه مقتل الشاب محمود البنا، ليها جوانب كتير قوي محتاجين نفهمها، اللي معروف اعلاميا بشهيد الشهامه. نعم. طبعا اصبحت قضيه راي عام وما زالت تشغل الراي العام في مصر حتى الان، وهناك اجماع كبير بالمطالبه باجراءات بجزاء عادل ورادع، تقريبا ده مطلب شعبي دلوقتي، واعاده المحاكمه. وقعه تانيه محزنه هزت الشارع المصري واثارت غضب الكثيرين، دارت كواليسها داخل قطار طنطا، بعدما اجبر الكمسري شابين ان هم ينطوا خارج القطار وهو ماشي بسرعه، ودي حاجه غير ادميه وغير مقبوله بالمره، كمان هنعرف وضعها القانوني ايه. وعلامه استفهام طبعا كبيره على الموضوع ده ليلقى محمد عيد المعروف اعلاميا بشهيد تذكره مصرعه على الفور تحت عجلات القطار. في حلقتنا اليوم هنوضح للساده المشاهدين من وجهه نظر قانونيه كل الملابسات الخاصه بالقضيتين الاشهر حاليا على الساحه المصريه. في البداية حابين نفتح يا دكتور ملف القضية المعروفة إعلاميا بقضية ضحية الشهامة. نعم. حابة أسأل حضرتك، راجح سن المتهم هو العنصر المثير للجدل في هذه القضية. نعم. وهو يعني حب نعرف من حضرتك إيه المقاييس أو إيه المعايير؟ المعايير حددها قانون معروف باسم قانون الطفل، ده صدر سنة 2008،
وفقا لمعاهدة الطفل أساسا اللي مصر موقعة عليها سنة 1989 ومعمول بها من سنة 1990 بيحدد سن الطفل لغاية سن 18 سنة. ما دون سن 18 سنة يعتبر طفل. إذا تجاوز سن 18 سنة بيعتبر بالغ. بياخد عقوبة البالغ. بياخد عقوبة البالغ. ولكن هو العقوبة بتتدرج من سن 15 لسن 18. اشرح لنا بقى من 15 ل 18 الدنيا ازاي. نعم. إذا ارتكب الطفل أو الحدث وبيسمى الحدث في القانون العقوبة إذا ارتكب جريمة قبل سن 15 العقوبات عليها بتبقى عقوبات يعني شكلية، عقوبات لا ترقى لكلمة عقوبة أصلا، يعني حتى بيبقى لو قتل لوم، حتى لو قتل. ما دون سن 15 سنة بتبقى العقوبات تنحصر في التوبيخ، في اللوم، في إيداعه إحدى المستشفيات، إيداعه إحدى المصحات النفسية، إيداعه إحدى دور الاستشارات النفسية وما إلى ذلك. أما إذا ارتكب الحدث ما بعد سن 15 إلى سن 18 جريمة وكانت عقوبة هذه الجريمة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، لا يحكم عليه به وإنما يحكم عليه بالسجن. السجن ده عقوبة بتندرج الحد الأدنى بتاعها 3 سنوات وتصل إلى 15 سنة. دي أقصى عقوبة. دي أقصى عقوبة. في فرق بين الشريعة والقانون في الشق ده؟ نعم. الشريعة بتتكلم عن إن سن البلوغ بيتحدد بالبلوغ، يتحدد بمظاهر البلوغ لدى الطفل أو لدى الحدث. ده في الشريعة. نعم، في الشريعة، الشريعة الإسلامية ده قصة مختلفة تماما عن قصة القانون. القانون قانون وضعي، التشريع وضعي، ده اللي محتاجين نتكلم فيه. إنما الشريعة بتحدد سن البلوغ بمظاهر البلوغ، ومظاهر البلوغ دي بتبقى مظاهر يعني بتظهر على الشاب أو الفتاة في سن معين. هنا نقول إن السن ده بالغ، الشاب ده بالغ أو الفتاة دي بالغة وأصبح مسؤول عن تصرفاته. طب حضرتك رأيك إيه فيما أثير من جدل إنه طلع رخصة قيادة، إنه التحق بالجامعة، وإنه في الآخر وعاد ثانوية عامة، وإنه في الآخر أخدوا بمصدر واحد بس من اللي هو السجل المدني، يعني سابوا كل الجهات دي وأخدوا بس بمصدر واحد أو من جهة واحدة. نعم، هو القانون محدد كده، القانون اللي محدد كده يقول يستدل على سن الحدث من السجل المدني بالوثائق الرسمية لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي. ده حاجة منتهية. فإذا لم يوجد وثائق رسمية هي شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي، الوثيقة الرسمية اللي هي شهادة الميلاد بس، نعم، أو بطاقة الرقم القومي، دول من الاثنين هما الوثائق الرسمية التي يعتد بها في تحديد سن الحدث. ومن هنا إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي بيلجأ بقى إلى العامل الطبي، والجزء الطبي ده متخصص بقى في تحديد السن وفق آليات الطب في هذا الأمر. طبعا احنا عندنا اتفاقية دولية لحقوق الطفل. كمان بتتفق معانا في ان الطفل السن القانوني للطفل هو اقل من هو القانون بتاعنا اساسا دولي، متاخد من دي دولي 18 عام. نعم، وطبعا كل اللي تحت 18 بيتمتع بكل حقوق الطفل. تمام. طب حضرتك معايا ان سن 18 دلوقتي يعني مختلف صحيح كليا، يعني صحيح. سن 18 دلوقتي وقبل كده وعيه مختلف تماما عن سن 18 مثلا من جيلين فاتوا، ودلوقتي وقبل كده. ودلوقتي السيدة عائشة فيما روي في أصح الروايات تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم في سن 11، في أصح الروايات، في قيل في 9 وفي فيعني بلغت في سن 11 أو 12 على أقصى تقدير. فسن 18 هذا سن لا علاقة له بالبلوغ الفعلي. البلوغ الفعلي قد يكون قبل ذلك بمراحل، ولكن احنا للأسف مقيدين بقانون موجود. ولذلك هنا الأمر فعلا القضية دي أخذ أبعاد مختلفة. صحيح. طبعا هذا الأمر لا يعني ان احنا بنهون منها، ولكن للأسف هي القاضي محكوم بنصوص لا يستطيع بأي حال من الأحوال ان يخرج عليها، ما يقدر. فلا في مظاهرة هتغير في نظرة القاضي، ولا في اعتصامات هتغير في نظرة القاضي، ولا سوشيال ميديا هيغير في نظرة القاضي. القاضي محكوم بنصوص، والنصوص تقول ان اقصى عقوبة لهذا السن اللي هو لم يبلغ سن 18 ابتداء من 15 ل 18 اقصى عقوبه 15 سنه سجن. اقصى عقوبه 15 سنه سجن. نعم. طب انت حضرتك شايف ان القضيه كده خلصت، وان ده اكتر او افضل حكم ممكن يطلع في القضيه دي؟ نعم. ولا هل هناك تغيير؟ لا، للاسف بالنسبه للقضيه دي تحديدا ما ينفعش فيها اي تغيير. لان الحقيقه كثر اللغط في هذا الامر، ومن عجب ان انا اقرا بوست منسوب لاحد مستشاري رؤساء محاكم رئيس محكمه، ولكن للاسف انا اشك في هذا. يعني هو بيقول ان المخرج في هذه القضيه هو الطعن على الماده المتعلقه بتحديد سن الطفل
امام المحكمه الدستوريه بانها غير دستوريه. بمعنى ان يعني الكلام اللي بيتقال على لسان هذا القاضي، ولكن انا اشك انه قاضي اصلا، لانه ما ينفعش الكلام ده يصدر عن رجل قانون. تمام. ان احنا نيجي قدام القاضي، يجي محامي المدعي او المدعي بالحق المدني اللي هو المجني عليه، ويطلب قدام محكمه القضيه الدفع بعدم دستوريه ماده تحديد سن الطفل. ليه؟ يقول لك لانها تتعارض مع الشريعه الاسلاميه، مع الماده الثانيه من الدستور، حيث ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم المفروض نلجا للتشريع للشريعه الاسلاميه في تحديد سن الطفل، هل هو طفل دلوقتي ولا مش طفل؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح بالمره. اولا مين قال ان محامي المجني عليه له حق انه يطعن بالدستور عدم الدستوريه على نص عقابي؟ مفيش الكلام ده. الخصوم في القضيه الجنائيه هو بيستند على ايه؟ هو بيستند على ان الشريعه الاسلاميه بتحدد سن الطفل وفق معايير اخرى. والشريعه الاسلاميه وفق النص الماده الثانيه في الدستور ان هي المصدر الرئيسي للتشريع. يبقى الماده اللي بتتكلم عن سن الطفل هنا في قانون الطفل غير دستوريه. ده الراجل بيتكلم كده يعني، او صاحب هذا الراي بيقول كده. طبعا الكلام ده قد يكون له وجه، ولكن انا بتكلم عن الناحيه القانونيه. لا يستطيع محامي المجني عليه الدفع بعدم دستوريه نص امام قاضي الجنايات، لأن هو مش خصم فيها. ده راجل قضيته مدنية، يتكلم عن الضرر وعن الخطأ وثم الضرر ثم علاقة سببا الاثنين، ملوش علاقة بأي نص جنائي. لصاحب النص الجنائي في هذا الأمر أو صاحب الشيخ الجنائي في هذا الأمر هي النيابة العامة. النيابة العامة هي الأمينة على الدعوة العمومية، هي محامية الشعب. طيب الـ 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 السن القانوني، أو خلينا نقول خلينا نقول القانوني، السن القانوني 18 سنة. نعم. قابل ان هو يتعمل تعديلات للقانون بحيث ان مرحله الطفوله دلوقتي بقت بتنتهي عند مرحله معينه؟ صحيح. في الواقع، في ارض صحيح. الواقع صحيح. في امكانيه ان يبقى في تعديل للقانون؟ الامكانيه هنا بقى تخاطب بها الجهه التشريعيه، السلطه التشريعيه المختصه اللي هي مجلس النواب ومجلس الشورى فيما بعد. ده المفروض يحدث تعديل تشريعي على هذا القانون. طب حضرتك شايف الاحداث الجاريه دلوقتي كفايه ان ده يحصل؟ يعني يحصل. كافية طبعا يحصل. اكيد لازم يحصل، لازم يحصل شيء من هذا القبيل، لازم يحصل تدخل تشريعي لتعديل سن الطفل. لانه فعلا بالوضع اللي احنا فيه ده مش هيبقى فيه ردع لمثل هذه القضايا. حصلت حادثة محمود البنا تتكرر اليوم في المنيا مع شاب اخر، ثم غدا، ثم بعد غد، والى ذلك. صحيح، خصوصا ان في مطالبات كثيره من من الراي العام. الراي العام يوجه لناحيه السلطه التشريعيه وليس ناحيه السلطه القضائيه. السلطه القضائيه حاليا بتحكم في قضية قدامها مستقرة وفيها نصوص مستقرة اشتغلوا عليها. لا سوشيال ميديا هيأثر عليه، ولا مظاهرات في الشارع هتأثر عليه. كل ده لا علاقة له بالقضية. القضية طرفيها النيابة العامة والمتهمين. المدعي بالحق المدني بيقول طلبات وفق القانون ما بيعطيه. مفيش استثناءات في القانون. مفيش استثناءات. لا مفيش استثناءات. أقصى عقوبة قد يحصل عليها أو قد يعاقب بها المتهمون في هذه القضية هي السجن 15 سنة. دي أقصى عقوبة. قد يرى القاضي أنه يعني احتمال تبقى أقل من كده. أقل من كده بالضبط كده، ولكن هي أقصى عقوبة. عقوبة السجن تنحصر في حدها الأدنى بثلاث سنوات، وحدها الأقصى 15 سنة. يعني إحنا نقدر نقول للشاب أو الطفل اللي عنده 18 سنة يقدر يعمل جرائم، وفي الاخر العقوبه هتبقى هو للاسف ده خلل غير رادع. خلل. احنا هنخش على موضوع خلل مجتمعي، يعني مش ملوش علاقه بقى بان احنا بنقول للطفل اعمل. لا، هو لو الانسان فعلا خرج في بيئه صحيه مش ممكن هينحرف بالشكل السيء ده. على غرار البيئه الصحيه، كنت عايزه اسال حضرتك مسؤوليه ولي الامر. جزء من المسؤوليه بما انه طفل او بما انه تحت السن ال 18، في عقوبة ممكن تقع على ولي الأمر في هذا الشأن؟ لا للأسف، لأن العقوبة أساسا شخصية. على تصرف على شخص مرتكب الجريمة. ده مبدأ قانوني راسخ، شخصية العقوبة. طيب احنا معانا مداخلة، نشوف مين معانا. حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك ممكن أكلم الدكتور محمد؟ طبعا تفضل سؤالك. والله دكتور سؤال، هو سؤال واحد بس يا دكتور. صحيح. بالنسبه لقضيه محمود البنا، حضرتك احنا من خلال معرفتنا براجح ده انسان معاه رخصه القياده. انت عارف ان اللي بيطلع رخصه القياده لازم يكون تخطى 18 سنه. نعم. عنده مشاكل قبل كده، وكان عنده مشكله في اختطاف بنته، حاجات كلها، وامه كل مره تحميه. هل يعقل ان انا عشان اقل من 18 سنه باسبوعين زي ما هم اثبتوا ان انفذ من الجريمه؟ يعني اي حد دلوقتي اقل من 18 سنه بدي له دعوه ان هو يقتل يغتصب، مفيش حد هيعاقبه؟ انا شايف ان لو طبق قانون طفل 15 سنه
لان خلاص فعلا 13 سنه ده مسؤول عن افعاله. نعم. كفايه واحد نفذ بجريمته. نعم. وكان في سابقه قبل كده اللي هي صحيح. بنت ليلى غفران. صحيح. كان ساعتها بصراحه يعني زي ما انت عارف في الاخ في الفيديوهات كلها. نعم. ان كان حادث قال لي من 18 سنه وسابوه في السجن لغايه ما كمل ونفذوا عليه حكم، يعني ازاي يبقى في مثالين؟ ايه الفكره في كده يعني؟ مين محمد راجح ده ولا ابن مين في البلد عشان يعمل كده كده؟ اشكرك يا دكتور. بشكرك استاذ حسن، شكرا جزيلا. أفهم. نفس اللي احنا كنا بنقوله يا دكتور ان نعم. هو يعني الحل الرادع او العقوبه الرادعه نعم. اللي حتى تطفئ غضب الناس نعم. اني حضرتك عارف ان الموضوع ده ناس كتير قوي 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 اثر فيها. نعم صحيح، هو اللي بيقوله الاستاذ حسن حقيقه ده استقاه او اخذه من مواقع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا انما الكلام ده ما زي ما قلت لحضرتك، لسه بقول لحضرتك السوشيال ميديا لا يؤثر بحال من الاحوال على القضيه، لكن بيأثر على بيأثر يعني هو مش هيأثر على القاضي. ما هو ممكن ما يبقاش له اساس، ولكن هي ممكن يبقى كلام بيتقال وخلاص، ولكن اللي مين اللي حدد ان كان له اساس او ملوش اساس؟ النيابه العامه. النيابه العامه وهي بتحقق بتشوف المستندات والوثائق المقدمه او اللي هي بتطلبها اصلا واللي هي وتتناسب مع القانون او تتوافق مع القانون. القانون بيقول شهاده الميلاد بتيجي شهاده الميلاد من الاحوال المدنيه، او بطاقه الرقم القومي بتيجي بطاقه الرقم القومي من الاحوال المدنيه. وبالفعل تم مخاطبه الجهات ديت وتم الرد عليها في اول جلسه، يعني اول جلسه تم مخاطبه الجهات الرسميه دي، ثاني جلسه جه الردود بتقول ان سن هذا المتهم 17 سنه و11 شهر على ما اظن، فرق شهرين. نعم تقريبا. يعني مفيش اي مجال للتلاعب في لا للاسف طبعا ما ينفعش الكلام ده، يعني ما ينفعش ان احنا نتهم مؤسسات الدوله بقى. صحيح. يعني اصل دي احوال مدنيه، دي اكبر مؤسسه مختصه. انا بخاطب لسان نعم. الناس يعني نعم. ده اللي بيقيل نعم. او ده اللي بيثير عشان يبقى الناس فاهمه يعني هم ايه اللي بيدور في دماغهم. والله احنا نقدر طبعا مشاعر الناس واحاسيس الناس في هذا الامر، ان فعلا ده طفل او شاب صغير كان يعني دافع شهامته ودافع مرؤته هي اللي خلته يتعرض لهذا الشاب اللي هو بيعاكس بنته او بيضربها او ايا ما كان الوضع. صحيح. فيلقى جزاؤه بهذا الشكل. كلنا متعاطفين مع 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 الطفل مع الشاب المتوفي، نحتسب عند الله شهيدا، ولكن للاسف القانون ملوش علاقه بالكلام ده. القانون اهم ما يميزه انه مجرد قاعدة عامة مجردة، لا تخاطب شخص ولا تتكلم عن شخص، هي بتتكلم عن الكافة في مواجهة الكافة. حضرتك قلتي مفيش مسؤولية قانونية على أهالي الطفل أو لا. المرتكب لأي جريمة. لا القانون مفيش. ما حددش مسؤولية قانونية على أهل الطفل. بتبقى أو الجريمة دايما واقعها شخصية. على الشخصية شخصية. مبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة. طب حضرتك متوقع إيه في قضية راجح؟ والله الموضوع اتوقع، انا ما حضرتش القضيه كاجراءات في المحكمه يعني، ولكن كلها بنستقي معلوماتنا من وسائل التواصل الاجتماعي من التلفزيون وما الى ذلك. فكل القضيه دلوقتي محجوزه طبعا لجلسه في نوفمبر اظن مش عارف 3 ولا 17 للمرافعه، فده دور محامين المتهمين هيترافعوا وبناء عليه القاضي هيقرر. بس حضرتك اكيد بما انك خريج قانوني اكيد عندك تصور قانوني للقضيه ممكن يمشي ازاي، يعني ممكن تحط لنا. ما انا بقول لحضرتك هو اقصى عقوبه القاضي ممكن ان هو يعطيها لهؤلاء المتهمين هي 15 سنه سجن، وانا اظن انها لن تقل عن ذلك يعني تهدئه حتى للراي العام. طالما ان هذا الامر يتماشى مع القانون فالقاضي وده هيبقى الى حد ما عقوبه رادعه. ده أقصى عقوبة. في هذا السن اقصى عقوبه يعني. نعم. في هذا السن اقصى عقوبه. طيب خروجا بقضيه راجح، مرورا بقى بقضيه ما يسمى شهيد التذكره. نعم. حضرتك طبعا متابع معانا. نعم. شهيد التذكره ملف الاخر معانا في حلقتنا وهو قضيه شهيد التذكره. نعم. طيب رئيس قطار 934 فتح باب القطار وخير الشابين بين الدفع او عمل محضر بالواقع او النزول من القطار. نعم. فسؤالي لحضرتك، هل من حق رئيس القطار انه يكون يعني اكيد الفعله اللي عملها دي غير ادميه؟ نعم. راي حضرتك دي حضرتك مش من حقه، دي جريمه قتل عمد. دي عمد. جريمه قتل عمد. هو يعني الان هو متهم بالقتل العمد. القتل العمد هو ان يتسبب في موت انسان بطريقه غير مشروعه وبوسيله يعلم يقينا انها ستؤدي الى وفاته. طبعا. ده راجل بيفتح قطر وهو ماشي، اصلها مش عزبه بتاعته ولا بتاعت ابوه. صح. حتى لو عزبه كان ممكن يتبع، لو عزبه في قانون القانون. صح. بيقول ده شاب ركب من غير تذكره يبقى يسلم لاقرب شرطه. شرطة في شرطة في القطار تسلم ليها، ما في شرطة في القطار لما أقرب محطة يسلموا للشرطة اللي في المحطة، إنما مش عايز بقى أفتح الباب وأقول له أقفل. صح. نط. نط إيه؟ لا ما ينفعش طبعا. هو المثير في الموضوع ده يا جماعة الناس اللي كانوا موجودين حوالين الحادثة دي، يعني نعم. أكيد في ركاب. نعم. وأعتقد إن دي كانت عربة الـ VIP أو العربة المميزة. فين الناس؟
يعني فين شهامة المصريين؟ فين يعني دايما دايما كنا بنقول المصريين بيتكاتفوا، يعني الناس اللي كانت قاعدة دي لو لموا له 70 جنيه كانت هتبقى بسيطة جدا، بلاش بلاش ندفع فلوس. ليه شفتوا جريمة قدامكم وسكتوا؟ واحد نط، التاني ليه نط وراه؟ يعني ليه ما فيش حد، يعني ما حدش من كانوا الركاب اللي كانوا موجودين شايفين المنظر قدامهم وساكتين ازاي؟ يعني انا لو في موجوده في موقف زي ده مستحيل انا هقف واتصدى ده، فين؟ ما فيش ولا واحد من اللي موجودين وقف للراجل ده وقال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده اللي انا بستغرب له بصراحه. برضو دول للاسف شركاء في الجريمه. صحيح. وفق القانون، مش كلام، من حضر او من شاهد وقوع جريمه وكان يستطيع منعها او منع وقوعها وقصر او تعمد عدم ذلك او عدم فعل ذلك يعاقب لانه شريك في الجريمه، ده اسمه شريك بالتواطؤ، الراجل ده شايف كان يقدر يمنع هذه الجريمه ومع ذلك ما منعهاش، فهو فعلا شريك في الجريمه دي، ومش واحد ولا اثنين، ده حضرتك القطر كله في اي بي، القطر كله اصلا يعني ده كان قطر النوم اعتقد، قطر في اي بي جاي من اسكندريه رايح الاقصر، فيعني كل الركاب اللي فيه مش محتاجين ان انا اتكلم واقول 70 جنيه بالنسبه لهم لا تمثل شيء، لا تمثل شيء بلاش الفلوس، تدخل راجل بيفتح وياخد، يعني حتى المفتاح مش معاه، ده يعني الامر اساسا اخذ اجراءات شويه، المفتاح مش معاه هو شخصيا، المفتاح مع عامل البوفيه او عامل ومع ذلك اصر يروح يجيب المفتاح عشان يفتح له يقول له يلا انزل، انزل فين؟ يعني حتى مش اللحظه اللي مر بيها مش نتيج، يعني قعد شويه على بال ما هدي وعلى بال ما فكر، ومع ذلك تعمد ان هو يجيب المفتاح. نعم. ويفتح، يعني قعد دقايق. نعم. على بال ما عمل. صحيح. ده صحيح، حتى كلام شاهد من شهود العيان كان بيدلي باقواله على امام الشرطه، بيقول ان اخر كلمه قالها محمد عيدي اللي هو توفى ده عليه رحمه الله، هي العربيه دي، ما هو القطر ده ما فيهوش رجاله ولا ايه؟ بالظبط، القطر ده ما فيهوش رجاله. صحيح، حاجه يندى لها الجبين فعلا. صحيح. يعني ازاي ابقى واقف ولا شايف ان كمساري ايا ما كان درجته بيفتح الباب لواحد ويقول له نط عشان ما معهوش تذكره؟ يعني وعذر اقبح من ذنب. لما تيجي حضرتك تبين القصه يقول لك ده بائع متجول، بائع متجول احرى ان احنا نحافظ عليه. صحيح. بدل ما يقف يثبت اخويا ولا يثبتني ولا يثبت بنتي ولا يثبت زوجتي، راجل بيشتغل على دراعه، ما معهوش تمن تذكره او باع، افرضي ان هو باع كل اللي كسبه مثلا 50 60 جنيه 70 جنيه هيدفعهم تمن تذكره؟ لا ما يركبش، غلطان. انا عارف ان هو غلطان ومخالف للقانون، يبقى القانون اللي يحاسبه، بس غلطه ما يوصلوش لمرحله انه ان احنا نموته. القانون لم يخول شخص ايا ما كان، هو مين الشخص ده انه ينفذ القانون بايده. صحيح. يعني مش معقول واحد اتقتل واحد يروح يقتل التاني. ده موضوع الصقر اللي احنا كنا بنعاني منه سنين طويله يعني. فبرضه نفس الشيء، ده اخطا، ما يجيش ان انا خطاه اقابله انا بخطا افدح منه، انفذ انا القانون بايدي اقتله، ما هو ده قتل، ده قتل عمد، ده قتل عمد، زيه زي اللي ضرب واحد بالنار بالظبط. بالظبط. فتح له الباب وزقه قال له انزل، او هو قال له انزل ونزل، هو عمل استخدم وسيله يغلب الظن عليها انها ستؤدي الى وفاته. طيب معانا مداخله تليفونيه، معانا سعد من اسكندريه، اتفضل يا استاذ سعد. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فندم وبمسي على ضيف حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. بعد إذن حضرتك، أنا عندي ابن متغيب بقاله 11 يوم ومش لاقيه ومش عارف أعمل إيه، أنا من اسكندرية. حضرتك من اسكندرية؟ أيوه يا فندم، وبعت الصورة عند حضرتك للفريق الإعداد إمبارح على الواتس وما زعهاش ورقم التليفون. بقاله 11 يوم يا أستاذ سعد متغيب؟ أيوه، ودايخ يا فندم عليه مش عارف أعمل إيه، وعامل محضر في الاسم عند حرم بيه. سنه 12 سنة يا فندم. سنه كام يا فندم؟ 12 سنة. 12 سنة. الصورة فعلا اتذاعت امبارح على القناة هنا يا فندم. عموما حضرتك بس نعيد اذاعة الصورة عشان ربما حد يشوفه، الله يكرمك. يا ريت يا جماعة، يا ريت يا جماعة بس نزلوا صورته لو في الاعداد، لو لقيتوا صورته دلوقتي ناس يعني ضروري جدا تنزل صورته. وعموما حضرتك سيب بياناتك برضو واحنا هنتابع معاك الموضوع. ربنا يرجعه لك بألف سلامة. شكرا. معانا فاصل؟ طيب نروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني. انا لكم تاني بعد الفاصل. حابه بس انوه على حاجه، الطفل المفقود اللي هو اسمه محمد سعد اللي من شويه تكرم والده واتصل بينا، فريق الاعداد قدر يطلع صورته وهتنزل على الشاشه دلوقتي ارقام تليفونات والد الطفل وصورته، بحيث ان اي حد طبعا يعثر عليه في اي مكان. الارقام نزلت دلوقتي والصوره نزلت على الشاشه، ربنا يرجعه لكم بالف سلامه يا رب.
نرجع تاني مع ضيفنا دكتور محمد حفناوي، برحب بيك مره تانيه. اهلا وسهلا يا فندم. كنا بنتكلم على محمد عيد او شهيد التذكره قبل الفاصل، وكنا بنتكلم في ان طبعا لا يصح اللي حصل من ركاب ومن ناس ما دفعتش عنه او ناس ما تصدتش للموقف. في تطور جديد بالقضيه، قررت نيابه مركز طنطا تجديد حبس رئيس القطار 15 يوم على ذمه التحقيقات. نعم. يا ترى ايه دلالات مد فتره الحبس؟ ده متهم في جريمه قتل عمد، ما يطلعش الا لما يتحكم عليه. يعني ما يطلعش الا لما القضيه تخلص، يعني مجرد ما يتقبض عليه لغايه لما يحاكم، لانه اتهام في قضيه قتل عمد. فلا بد ان النيابه هتجدد له من 4 ل 15 ل 45 ل 45 لغايه لما يتحاكم والقضيه يحكم في القضيه. يعني حضرتك شايف ان ده قتل عمد؟ طبعا. طب حضرتك قانوني يعني العقوبه في هذه الحاله ايه؟ قتل العمد ترقى فيه العقوبه لدرجه الاعدام. الاعدام يعني لعقوبه الاعدام، اعدام ثم السجن المؤبد ثم السجن المشدد. ده حسب رؤيه القاضي للقضيه وابعادها يعني. طيب يعني مجرد ثبوت التهمة فهو يرتقي العقوبة لمرحلة الإعدام. مجرد النيابة العامة تنتهي من تحقيقاتها بيتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة وهي محكمة الجنايات الطنطا. معانا مداخلة تليفونية. مصطفى من المنوفية، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا استاذ مصطفى. مرحبا مصطفى، بكرة مع حضرتك. اهلا استاذ مصطفى، ازيك ازيك استاذ محمد، اخبارك ايه؟ اهلا بيك يا سيدي. يا دكتور كنا عايزين بس نتكلم على موضوع قانون الطفل والحادث واللي بيحصل ده كله، بدايه من حادثه رودينا اللي حصلت عندنا في المنوفيه في هويسنا. نعم. وما تلاه من احداث في الاسماعيليه. نعم. وفي اي مكان كتير، يعني اللي بيحصل ده لصالح مين مبدئيا؟ يعني عايزين نعرف اذا كان هل فعلا الحكومة أو رئيس الجمهورية له دور في إنه يشرع يحس مجلس النواب على تشريع، أو يعني عايزين تشريع يضمن لينا حقوق الناس اللي بتنتهك أعراضها ديت، سواء كان من أطفال أو بنات. أستاذ محمود، كنت عاوز أسألك أنت مصطفى. إيه رأيك مصطفى؟ كنت عاوز أسألك إيه رأيك في قضية شهيد التذكرة مؤخرا؟ إيه رأيك في رد فعل الناس اللي كانوا موجودين في القطر؟ يعني حضرتك لو في مكانهم تعمل يعني نفس التصرف؟ عامل النهارده بقى بيستغل سلطته، تمام؟ في احداث ضرر بالناس يعني. لا لا لا، انا ما اقصدش، لا انا اقصد حضرتك الركاب اللي كانوا موجودين وشهدوا الواقعه او الحادثه، ان ما حدش اتدخل، ان ما حدش قال لا حرام عليك، ان ما حدش قال لا انت ازاي تعمل كده، ما حدش تصدى للجريمه اللي حصلت. رايك ايه؟ هو مبدئيا تمام، هو الراجل بيشوف شغله، هو كموظف بيشوف شغله. لكن في الاخر برضه لازم يبقى فيه رحمه، لازم يبقى فيه روح القانون حتى فين؟ انت راجل قانون يا استاذ مصطفى. نشوف يعني شغله فيه. ايه؟ نشوف شغله يموت الناس يا استاذ مصطفى؟ نشوف شغله ازاي؟ يعني نشوف شغله يسلمه للشرطه؟ يعني طبق قانون. ماشي يا دكتور. في الاخر، في الاول وفي الاخر، هو في الاول وفي الاخر يوم ما يدفعش تذكره ياخده حتى، تمام، على اقرب نقطه الشرطه ويسلمه. صحيح صحيح، هو ده القانون كده. مش ان هو يكبره على انه ينط من القطر. لا طبعا. صحيح. كلنا متفقين معاك. كلنا شبهنا في نفس الموقف، لكن ما حصلش الكلام ده النهارده. ده يعني لصالح مين بقى اللي بيعمله ده؟ طب حضرتك يعني استاذ مصطفى، بما انك من يعني معناه ان هو مسنود مثلا من جهه حكوميه، تمام، بتامره بانه يعمل كده. ما فيش جهه حكوميه، ما فيش رؤيه ليها غير كده استاذ مصطفى. ما فيش جهه حكوميه بتقول للحد الموظف موت حد. لا ما فيش الكلام ده، احنا في بلد فيها قانون، واحنا لسه مشكلتنا حتى مع القانون، واحنا بنتكلم من شويه مشكلتنا مع الطفل القانون. انا بس كنت عايز اسالك بس استاذ مصطفى. انا مع حضرتك، انا مع حضرتك. نعم. انا مع حضرتك، وبالتالي ما فيش قانون حتى النهارده بيكرم الافعال الاجراميه بتاع الاحداث يعني. نعم صحيح صحيح. مفيش فين النهارده لما يبقى واحد عنده 18 سنه او 18 سنه الا يوم او 19 سنه الا مش عارف ايه، النهارده لما ارتكب جريمه زي اي حد كبير احكام غير رادعه يعاقب بقانون، وحد تاني يعاقب بقانون فرق بينه وبين يوم. صحيح. القانون ايه ده بالظبط؟ احكام غير رادعه. صحيح. استاذ مصطفى، انا عايز ارجع لك. سامعني استاذ مصطفى؟ انا بما ان حضرتك من المنوفيه، من بلد اللي فيها راجح، حضرتك وصف لي كده حال الشارع وحال الناس، رايهم ايه؟ اكيد الناس طبعا متضايقه وزعلانه وبتتكلم على القانون ده، وبتتكلم ازاي النهارده واحنا مش حاسه راجح بس، ده في اكتر من حادثه. يمكن في بلدي كان في حادثه من سنه مثلا، تمام، انه برضه طفل عنده 18 سنه، او مش هقول طفل، اقول راجل مراهق، تمام، راجل كبير بس في سن القانون هو طفل للاسف.
ما هو للاسف للاسف ده تشريع غير قانون، ده تشريع اصلا يعني في عوار دستوري كمان، يعني مش ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه تعديل الناس النهارده. نعم مفيش يعني ما يعني مصاب القانون ده مصاب بعوار دستوري مبدئيا، لازم حتى مجلس الشعب يناقشه. نعم او يصدر تشريع جديد. صحيح ما ينفعش النهارده اللي الولد بيبلغ من سن 12 سنه ليه ما يعاقبش ويتقال عليه ان هو مثلا يعني راجل كبير في السن، ايه المشكله يعاقب بالقانون الموجود لأي شخص كامل الأهلية. شكرا. أنت عارف أستاذ مصطفى تعديلات التشريع بتحتاج لها إجراءات معينة. شكرا أستاذ مصطفى. شكرا. بتحتاج إلى يعني التعديلات التشريعية بتحتاج لها إجراءات معينة، وأنت عارفها لأنك أنت طبعا راجل محامي ما أنتش واحد عادي يعني. فأنت فاهم إن إجراءات التشريعية بتمر بمراحل معينة عشان نعدل من قانون لقانون، لابد إن يكون فيه مراحل معينة، إما إن يجي من عضو مجلس النواب وبيتقدم بمقترح لتعديل قانون، أو بيجي من السلطة من سلطة رئيس الدولة بمشروع بقانون يعدل القانون الأصلي المعمول به حاليا. لكن أصلا الجهة المنوط بيها تعديل ده هو مجلس النواب، السلطة التشريعية هي اللي عليها أن تتدخل لتعديل هذا النص. تمام، دي المنوطة بتعديل. نعم، على الأقل تقول أنها من سن 15 سنة، وإذا كان هناك لبس أو غم عليها الأمر فمن هنا يعاد الأمر إلى المختصين طبيا لتحديد السن. إذا كان الأمر فعلا بشكل اللي احنا فيه دلوقتي ومحتاجين احكام رادعه، لابد ان هو على الاقل مش زي ما اخونا استاذ مصطفى بيتكلم بيقول 12 سنه هتبقى شكل، لان احنا خلي بالك احنا مقيدين ب يعني معاهدات دوليه، المعاهدات الدوليه دي طبعا بتحطنا تحت ميكروسكوب، ولكن احنا في المقام الاول احنا التشريع الاسلامي هو السلطه، او الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. الشريعه الاسلاميه بتقول ان سن البلوغ بيظهر من علامات معينة، العلامات المعينة دي يرجعوا لأهل الطب فيها ويقول إن العلامات دي بتبدأ تظهر من إمتى، فأنا لا أظن إن هي هتكون أكتر من 15 سنة، وإذا كان في حالات استثنائية بقى ممكن يبقى، وفي حالات استثنائية بتتأخر فيها سن البلوغ شوية عن 15، يبقى في الحالة دي ممكن يعود الأمر إلى المختصين طبيا وهم اللي يقولوا رأيهم في هذا الأمر. طيب، هل دلالات الحبس الاحتياطي اللي مر بيها الكمساري بتاع القطار بتدل على ثبوت التهمه؟ اكيد النيابه طبعا شايفه ان فعلا في تهمه قتل عمد، والا ما كانتش حبسته 15 يوم تاني، مش جددت له حبس، ما كانتش جددت له حبس 15 يوم. هي لو شايفه ان في خطا مرتكب، ان الامر امر يعني خارج عن السيطره، خارج عن ارادته، خارج، كانت اخلت سبيله. ولكن فعلا الامر كل شهود الاثبات كلهم بما فيهم الناس اللي كانوا راكبين والناس اللي هم اساسا زملائه في القطار قالوا ان ده فتح الباب، اخذ المفتاح من عامل الضيافه وفتح باب القطر، لانه ما بيتفتحش الا في المحطه. صح. فتح باب القطر وقال لهم انزلوا فين، تعمد وتعنت رهيب. انزلوا فين بس، هو عارف ان نزوله يعني موته طبعًا. ده من هنا ومع ذلك ومع ذلك افتعل ده. طبعا طبعا دي جريمه مع طبعًا. سبق الاصرار. لا ده خدي بقى ده يعني انا عندي حاجه يمكن البعض يندهش لها. تاني يوم الواقعة دي حصلت، عدى يوم واحد بالظبط، تاني يوم أنا بنتي رايحة القاهرة في قطر رقم 948 جاي من اسكندرية رايح القاهرة، بيقف في محطة أويسنا، هي ركبت أويسنا، فوجئت في العربية، كانت العربية رقم 3 مقعد 2. دخل البيه الكمساري يقول لهم ها هنحذف كم واحد النهاردة. لا اله الا الله. والله حاجه بمنتهى ده 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 بلاغ، ده استهانه رهيبه، بلاغ على الهواء للسيد وزير النقل. صحيح، حضرتك تعبت وعانيت في الحادثه دي كويس جدا والكل يعلم ذلك. صحيح، ادي واحد تاني يوم بيتكلم عن هذا الامر، بيقول ها هنرمي كام واحد النهارده، هنحذف كام واحد النهارده، وفي نفس الوقت بلاغ للسيد مستشار النائب العام لبث الترويع والرهبه والارهاب في نفوس المواطنين. صحيح، ده قطار رقم 948 اللي هو طالع من اسكندريه رايح القاهره. كان الكلام ده يوم 30/10 يوم الاربعاء صباحا. هو حقيقه استاذ كامل وزير النقل عمل مجهود جبار، ولكن في ناس بتيجي تعكر للاسف يعني الكلام ده كله ده غلط وما نقدرش نستهين ابدا. يعني واحد زي ده كان لازم يكون فيه ردود رادعه ولازم يتحاسب زي ما حضرتك قلت دلوقتي. على الهوا يعني الشخص ده لازم يتجاب ولازم يتحاسب قبل ما تحصل جريمه جديده ونرجع تاني نقول نفس السيناريو بالظبط كده وللاسف بتتهم فيه مؤسسات الدوله بعد كده. صحيح، يعني ما يبقاش خطا موظف،
واحمله المؤسسه الدوله. يعني احنا لو قلنا ان في ناس مختله عقليا، ولا بلاش مختله عقليا دي، بدل ما ياخدوها سبب من اسباب ال لا الاباحه. الاباحه، فبخلي الناس في كامل قواها العقليه، والراجل راح جاب المفتاح وتروى وهدي وراح المشوار ورجع وفكر كويس قوي في الجريمه قبل ما اعملها، ومع ذلك عملها. يعني ما كانش نتاج عصبيه ولا خروج عن الشعور. لا، وان كان الخبر اللي سعادتك قلتيه في اول الحلقه، موضوع التعاقد مع مكتب او مركز استشارات نفسيه، ده خطوه على الطريق صحيحه. يعني صحيح بالظبط، فعلا لازم يعرض هؤلاء على الاستشارات النفسيه زي ما بيعرضوا على اختبارات المخدرات وما الى ذلك، للتاكد من صحه قواهم، ان هم يعني اهل التعامل مع الجمهور. راجل بيتعامل مع الاف مؤلفه يوميا، فلازم يكون فعلا اهل لهذا الامر. صحيح. طب حضرتك شايف العقوبه المنتظره ايه للقاضي؟ زي ما قلت لحضرتك، عقوبه القتل العمد بتندرج من الاعدام للسجن المؤبد للسجن المشدد. حضرتك متوقع حسب إيه؟ رؤيه القاضي متوقع إيه؟ والله هو يعني السيناريوهات تقريبا، السيناريوهات يعني. لن تخرج عن السجن المؤبد، يعني مش هتخرج عن السجن المؤبد. ولا يستحق الاعدام؟ لا، اعدام هيبقى صعب. اعدام هيبقى صعب، لانه هيجي محامي يتكلم في ان الراجل ده كان بيأدي وظيفته، مهام وظيفته من الشمسيه الكبيره دي يا فندم، مهام وظيفته انه يرمي الناس من لا لا، ده بره النطاق تماما. من خلال الشمسيه دي كلها هيطلب من القاضي رأفة، فالقاضي هينزل له درجه من درجات العقوبه من الاعدام للمؤبد. يعني وللاسف هما برضه بقى عقوبه، يعني المؤبد مش حاجه بسيطه، يعني لا مش حاجه بسيطه، يعني بس هل بس 78 جنيه زي ما اتقال ان هو يقضي بقيه عمره في السجن؟ هو فيه كان 25 تاني الراجل ده. يعني راجل في سن ال 50 او فوق ال 50، فاضل له كان 25 سنه في حياته علشان يقضيها في السجن. يعني طيب احنا اتكلمنا عن الشق القانوني طبعا، ومش هنقدر ننسى، يعني حضرتك تناولنا القضايا بشكل قانوني، شوف حضرتك نتناولها بشكل مجتمعي وانساني. شوف حضرتك، احنا عندنا القضيتين الاثنين فيهم خلل في القضيتين. القضيه الاولانيه اللي هي قضيه الشاب اللي هو استشهد في مدينه تلا في محافظه المنوفيه دفاعا عن البنت، دي قضيه خلل مجتمعي، خلل اخلاقي من قبل مين؟ من قبل المتهم واهله. المتهم واهله. لو اهله ربوه صح ما كانش عمل اللي عمله ده. صحيح. ما كانش بدايه طلع ان هو يتكلم بالشكل ده مع بنات الناس، او يمسك في بنت، او يضرب بنت، او الى ذلك. صحيح. فمن هنا بتلاقي خلل مجتمعي. يليه خلل تشريعي بقى. خلل تشريعي ده احنا دورنا علينا احنا كدوله وكأجهزة الدوله ان احنا نتصدى لهذا الخلل التشريعي، زي ما قال الاستاذ مصطفى في مداخلته. احنا كان عندنا في القريه بتاعتنا، لان الاستاذ مصطفى من عندي من البلد، كان عندنا في القريه بتاعتنا قضيه مشابهه السنه اللي فاتت، طفله أرنها عندها 4 سنين برضه خدها شاب في 16 17 سنه وذبح، وللاسف اتحاكم قدام محكمه الاحداث. سنه السجن في الاحداث بكام يا دكتور؟ هي سنه عموما 12 شهر، ولكن في تطبيق العقوبه، في تطبيق العقوبه 12 شهر، ولكن في حاجات في اثناء تنفيذ العقوبه، في حاجه اسمها الافراج الشرطي. الافراج الشرطي ده اللي هو مشروط بحسن سير وسلوك، مشروط بحاله المتهم في تنفيذ عقوبته. ممكن تلاقي فيه اعفاء صحي، ممكن تلاقي اعفاء بنص المده، ممكن تلاقي اعفاء بثلاث ارباع المده. دي حاجات كلها تندرج تحت مسمى الافراج الشرطي. انما هي السنه 12 شهر. دكتور محمد حفناوي، محامي بالنقد والإدارية العليا، بشكرك شكرا جزيلا. استفدنا كتير النهارده من حضرتك، ونتمنى ان شاء الله لمصر الخير دايما، ونتمنى الفتره الجايه ما نسمعش اي حوادث، ما نسمعش اي حاجات. بصراحه احنا تعبنا جدا 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 يا رب. فنتمنى ان الفتره الجايه تكون فتره سلم وسلام وامان علينا جميعا، واشوفكم الحلقه الجايه وموضوع جديد. تصبحوا على خير. شكرا.